يا جماعة وصلت عايزة اعيط والله اعيط. الحمرا دي والحمرا دي مستنية الشنط لسه ما جاتش على السير. يا الله اهي اهي شنطتي طالعة اهي الفوشيا اللي هناك دي. نروح ناخدها يلا بسرعة 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 بسرعة. تعالي 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 يلا. في واحدة تاني لسه استناها تطلع. هنا بقى يا جماعة كانت الصدمة. انا طالعة من المطار لقيت دعاء صاحبتي في وشي. اصلا ما كانش في مخلوق يعرف ان انا جاية ولا اي حد يعرف ان انا جاية ولا ماما ولا اي حد في مصر حرفيا. بس انا عندي واحدة صاحبتي هناك صاحبتي قوي وتعرف دعاء صاحبتي يعني هي تواصلت معايا ويعني انا هي كانت زعلانة ومتضايقة عليا ان انا مش معرفة حد وقالت لي انت هتتعبي نفسك وكده انه حرام لازم حد يستناكي. وانا قلت لا مش عايزه اتعب حد. انا اصلا كنت مكلمه تقى وروان عشان كنت هنزل مطار اسكندريه إيه ان هم يظبطوا لي إيه عربيه تيجي تاخدني وكده يعني. وهم فعلا كلموني وكانوا مظبطين لي كل حاجه لولا انا طلعت من المطار. يعني انا كنت مستنيه اطلع من المطار واكلم العربيه. طلعت من المطار فعلا لقيت دعاء في وشي واللي انا كنت مصدومه بجد كنت مصدومه اللي هو ايه ده بجد. ركبت العربيه طبعا ومكنتش مصدقه ولقيتها جايبه لي عشاء وبتاع. اكلت وخدت الطريق كله نوم لحد ما وصلت. يا جماعه وصلت وصلت وصلت. انا في اسانسير العماره في اسانسير العماره بتاعتي. صحيت البوابه عشان يطلعني عشان مش معايا مفتاح. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة انا مبصتش في الساعة، الساعة تقريبا 4 أو 5 الفجر. مش عارفة اصلا هلاقيهم صاحيين ولا لا او مش عارفة اي حاجة. والجو تلج تلج. بصوا الشنطة اهي وانا كنت واخدة غطا معايا عشان انا هنا مصر برد وانا الجو عندي مش برد فاخدت الدفاية دي معايا احتياطي. البواب بيجيب المفتاح. مش عارفة رد فعلهم ايه بجد ولا عارفة هيعملوا ايه. هيتصدموا هو هيتخضوا وهيقلقوا. يا لهوي ربنا يستر ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اكيد بابا اللي صاحي. انا هسمعكوا الصوت. أنا يا بابا. مهيب مهيب أخواني مهيب مهيب مهيب. بصوا بقى يا جماعة اول لقاء بيني وبين دليدة اول ما شافتني فضل متنحيلي فضلت بصالي كده وراحت عملت لي ازاي ماما ماما. انا ساعتها قعدت اعيط بس ما عملتش حاجة تاني. عزمي القديم. طب ما انت عارف ان هو قديم. ايوه ما انت بتشوف الرسالة يا عم. بشوف ايه يا ابني؟ مش انا. اتخضوا قوي عشان هما بيفتحوا لي الباب النهارده. كنت هموت يابا. مواب يا شادي كان هيموت. اول ما قام اتخض وقعد يقول لي اندهي لي ماما
اول ما فتح لي الباب اتخض ورجع لورا كده وهو مصدوم وما عرفش يتكلم ولا كلمه. شوفوا مين معايا يا دودو. دودو متكلفته اول خروجه ليا انا وزيده بعد ما وصلت من السفر. هتبوزه يا لهوي يا لهوي يا جدعان. اول ما شافتني قالت لي ماما ماما صح صح يا ماما صح. هنروح اطلع الخط المصري بتاعي وهجيب كام حاجه كده وهرجع. بصوا يا جماعه بصوا الانسان وشه نور ازاي اول ما وصل بلده. بصوا يلا نشوف هنروح فين ونشوف هنعمل ايه. يلا يا دودو يلا يلا يا قلب ماما. بصوا احنا رحنا جبنا حاجات كده اهو في الكيس اللي معايا ده. رحت استلمتها وديدا نامت فمستنيين الاسانسير عشان الاسانسير عطلان. لسه اليوم طويل يعني ولسه ورايا حاجات كتير. انا لسه واصله الصبح يا دوبك نمت وصحيت كان لازم استلم الحاجه بتاعه. يا جماعه اليوم عباره عن مشاوير بس. مشاوير طالعين نازلين طالعين نازلين. انا وديدا صح يا مامي. بصلي كده ليه بصلي كده ليه. ان 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 مين هنا؟ اي 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 شعري 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 يا دودو يا دودو. عادي 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 يا جماعة. اول لقاء بيني وبين دليدا. احنا شفنا بعض من بدري صح؟ يا عبيطة يا عبيطة. يا جماعة انا داخلة جوه ديدا. بصي بصي بتعمل ايه؟ بتشد الكافيت شو عشان تبقى زي ايه؟ متعصبة ليه؟ متعصبة عصبية عصبية قوي. دلوقتي دي دودو وهي معفنة قبل النظافة. هنعمل كده ونشوف بعد التحويل ايه اللي هيحصل. يلا واحد اتنين تلاتة. باي باي يا دودو. تخشي الحمام يلا. دخلت تنضفي. باي باي. دي دودو بعد النظافة. بتتفق عليا. عيب يا بنت عيب يا بنت. انا ماما مم مم مم. يلا يلا يا دودو 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 دودو. بصي هنا مين اللي لابس ابيض واسود زي بعض؟ مامي وديدا. بصي هنا يا دودو. بس كده ده كان فيديو خفيف كده شاركتكم فيه بعض اللحظات بيني انا وديدا. عايزاكم تدعولنا كتير قوي وتعملوا لايك للفيديو ده وقولولي حابين الفيديوهات الجاية تكون عن ايه. وان شاء الله هشارككم لحظات حلوة كتير واستنوا الفيديو الجاي. باي باي.